حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابه غسل يديه وتوضا وضوءه للصلاه ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده